قال وزير دفاع تايوان إن تزويد وتيرة أو تزايد وتيرة أنشطة الصين العسكرية حول الجزيرة يزيد من احتمال خروج الأحداث عن نطاق السيطرة. أضاف المسؤول التايواني أن مخاطر الأنشطة التي تشمل الطائرات والسفن والأسلحة ستزداد، ويجب على الجانبين الانتباه في وقت كشفت تايوان أن الصين أجرت خلال الأسبوعين الماضيين تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة شملت مقاتلات وطائرات مسيرة وقاذفات قنابل بالإضافة إلى سفن حربية وحاملة الطائرات شاندونغ. أثناء زيارة تستمر 4 أيام بحثاً عن تحقيق التوازن التجاري مع الصين، قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي أنه لا نية للتكتل الأوروبي بفك الارتباط مع الصين، لكنه يحتاج إلى حماية نفسه في المواقف التي يساء فيها استخدام انفتاحه. أضاف في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي لقمة باند في شنغهاي أن الاتحاد الأوروبي سجل تجارة ثنائية قياسية مع الصين العام الماضي، لكنها غير متوازنة للغاية، مشيرا إلى عجز تجاري بلغ نحو 400 مليار يورو. But it is very unbalanced because the EU has a trade deficit of almost 400 billion euros. But let me stress, the risky is not decoupling. And the EU has no intention to decouple from China.